تحت القانون. سيحمد شكون اللي تحت القانون يقول لنا اسلمها تحت القانون؟ الأستاذ الكبير وصاحبنا وصديقنا سيفريخة. سيمي فريخة، مرحبا بك خويا سيم. وبيك يا عيش. أي ش بيش تقول لنا اليوم؟ اليوم حضرت في المنيو بتاعنا ثلاثة مواضيع، كان كفينا الوقت. أي كفينا، أنت عندك 25 دقيقة وما أدرك. في الإذاعة 25 دقيقة تسمى 25 مليون راهو. بالله. تفضل سيد. باش نحكي شوية جبال اليوم. أو يا سي حمد. أي ضرائب. أما من الناحية القانونية. من الناحية القانونية. الإجراءات القانونية. كل واحد عارف. ما تدخلناش في التكنيك. لا ما تدخلش في التكنيك. أيوا. باش نبسطوا الأمور. نعم. قرارات التوظيف الإجباري تجم تقوم بها الإدارة وقت اللي ترى أنه المطالب بالضريبة ما قامش بواجبه الضريبي كما ينبغي. احنا مبدأ هو التصريح بالضريبة على الدخل ولا الضريبة على الشركات، لكن من حق الإدارة أنها تراقب. احنا نظامنا تصريحي. تصريحي. ومن بعد الحساب يجي. بعد الحساب يجي. وقت اللي تصدر الإدارة قرار توظيف إجباري هو قرار إداري، والقرارات الإدارية كلها قابلة التنفيذ. الإدارة عندها سلطة أعلى من سلطة الفرد، وأي قرار تأخذ الإدارة في أي مجال هو قابل للتنفيذ. لكن المواطن عنده حق في الاعتراض. الاعتراض هذايا هل أنه يحول دون تنفيذ القرار أو لا يحول؟ أيوة. هذايا السؤال هذايا جاوب عليه المشرع، قال يمكن تعليق تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بشروط. ماشي نواسي. ولمدة. أي. شرط أنك تأمن مبلغ يساوي 10% أو تقدم 15. كفالة من 15 بنك. ثم أمن فلوس أو من أصل الدين المطلوب. وهذه معضلة كبيرة وأبيراسيون كبيرة، لأن وكأن الدولة وكأن معناتها اللي هو شرع هذايا يقول في كل الحالات أنا باش نربحك حتى قدام القضاء على الأقل في 10%. وثم قرينة الصحة. قرينة الصحة تتمتع بها القرارات الإدارية. يا تجربة أثبتت خلاف ذلك. أنا نعرف معناتها أحكام اللي هيك ال 15 وال 10% كانوا أكثر من المبلغ اللي حكمت بها. لا في أغلب الأحيان لا. وقت تقول لي في أغلب الأحيان نقول لك لا، موش صحيح. كيفاش؟ معناها القرارات الإدارة اللي عندها تتمتع بقرينة الصحة مش كلها أو أغلبها يقع نقضها من طرف القاضي. يمكن التعديل المبلغ، ينقص في المبلغ. أي. والنظر اليسير هو أنه يبطل القرار سواء لإجراء خلال إجراءات شكلية وغير ذلك، لكن ما يكونش الاعتراض وسيلة للتفصي من خلاص الضريبة. هذا بيوسي سامي وقت اللي يقول لك هو بعد بعام إذا كان ما كملتش القضية تفصل فيها يمشي كل فلسات يأخذهم. أيواش هو هذي يا هو هذا السؤال هذي. دونك تعليق توقيف القرار التوظيف الإجباري مدة سنة من تاريخ إصدار القرار. أي. المحكمة مبدئيا المشرع ضبط لها وقت باش تصدر قرارها، مش تبت في الأصل ومش خالي تحترم فيه لي في تونس برك. أما كي تدخل أنت خارج تونس العاصمة تلقى عادة الأحكام تخرج في الأجل القانوني بتاعها. معناها كان تونس هي فيها نقولوا دو ترونغلومون، معناتها ثم غصره نتاع واحد. الوقت اللي ثم فرضيه ثلاثه، اما القاضي الابتدائي يصدر حكم باقرار قرار التوظيف الاجباري او يصدر بتعديله عاده بتخفيضه، ويمكن في بعض الاحيان ترفيع فيه لكن عاده في التخفيض، ويمكن يبطل قرار التوظيف الاجباري تماما يبطله به. سواء الإدارة أو المطالب الضريبة اللي ما يعجبوش القرار عنده الحق في التقاضي على درجتين، الاستئناف والتعقيب. والسؤال هو مآل استئناف في تنفيذ قرار توظيف إجباري. كان صدر قرار أيا كان استئناف أي شخص لا يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي. الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي. اذا الحكم الابتدائي هو اللي نفذوه مش في قرار التوظيف الاجباري. الحكم الابتدائي شنو؟ يمكن باقرار التوظيف الاجباري، وقتها يستمر الاداره في التنفيذ. وكان ابطل الحكم الابتدائي التنفيذ التوظيف الاجباري وقتها تستئنف الدوله. لكن هذا يحول دون التنفيذ بالطبع. وبالتالي يتطرح السؤال مآل الأموال المؤمنة. الأموال المؤمنة هذيك كيفاش حال؟
كان صدر ما يفيد أن الإدارة فعلت الضمان واستعملت الأموال لأن الحكم خرج في خارج الأجل نتاع السنة. وقتها المطالب الضريبة ما يستردش الأموال هذيك، ما عندوش حق استرداد ولو أنه قرار التوظيف الإجباري ألغى الاسترداد. يتم متى كان الحكم بات بعد استيفاء إجراءات التقاضي حتى التعقيب، وبعض ساعات يرجع من التعقيب وما معناتها ويرجع حملك بفائض ولا ما يرجع حملك بعد خمس سنين بفائض. هكا بفائض لكن فائض ضئيل جدا، ضئيل حتى الدوله وقت اللي تخلص توخر عليها انت في الخلاص الفائض ضئيل معناها كيفاش ضئيل بنفس نسبه الفائض. وقت اللي انا عندي ديون مع الدوله تابعه لتوظيف اجباري وتتسجل في الامبو كونستاتي يوصل لي حتى 12% 1.5 بار موا اي 18 اي اوكا 18% بينما وقت اللي الدوله تخبي فلوسي عندها ويتضح اني ما حقمش خذيتهم ما تعطينيش 18% تعطيني 4% في ثم ضيم الحقيقه نتاع ربي. لكن بلادي وان جارت علي عزيزه اي كان في بعض الاحيان هنا علاش نلفت انا الانتباه القباض هما اللي يتولوا استخلاص الاموال وتولي عندهم ان اكسي دو زيل. كيفاش؟ معناها يجيه الحكم الابتدائي يقع عالم به يقول له راهو الحكم الابتدائي ابطل قرار التوظيف الاجباري. ولكن القابض ما يتوقفش على التنفيذ ويستمر على التنفيذ. هكا. اي اكسي دو زيل معناها كاينو حارس على الفلوس باش يستخلصها. احنا في المحكمة. الكوميسيون تاعو. لا هو ممنوع. قضاء ممنوع يعني تعصب على قرار قضائي يكون منه جريمه. مال شنو؟ يتكون منه جريمه فصل 95 المجله الجزائيه يجرم اي موظف عمومي او شبه عمومي يقبض اموال ليس له الحق في قبضها. لهذا ننبهوا انه اذا صدر حكم بابطال يتوقف التنفيذ في المستقبل، اذا تم التنفيذ في الماضي هذاك الاسترجاع نتاعو كان في اخر درجات التقاضي. هذه نقطة أولى حبيت نشير لها واضحة حتى تعمل فائدة. نقطة ثانية. النقطة الثانية دائما في الجباية. إدارة الجباية عندها الحق تراقب التصرف نتاع المطالب الضريبة اللي عنده مؤسسة، هل أنه قام بتصرف عادي أو غير عادي؟ إذا كان التصرف غير عادي يمكن لها أن تعدل وضعيته الجبائية. هي تحكم فيه هو تدخل حتى في التصرف هي؟ أي مبدئيا أنك تتصرف بدون الإضرار بحقوق الخزينة. تتصرف التصرف العادي. إنسان يحب يربح فلوس ما يخسرش عنده نعطيك مثال قرض لازم يخوض عليها انتري مش يعطي قرض بلاش. نعطيك مثال أنا يا سيدي جبت كفاءة مدير في الشركة نتاعي حاب نعطي 10 ملايين ها عملت 10 ملايين تجيني تقول لي سي تو اكت ان نورمال دو جيستيون هذا ياسر 10 ملايين لازمك تعطيها اقل خاطر وقت تحط 10 ملايين هذيك مصروف والمصروف ينقص لي من الارباح دونك ينقص لي من باي انا في الارباح. علاش ثم تعسف الاداره في الدخول فيما لا يعنيها؟ لا هو تحت رقابه القاضي. اي القاضي اوفق القضاء الغى لا احنا مبدئيا احنا نميزوا بين حق الاداره في مراقبة التصرفات العادية وغير العادية. كل ذلك تحت رقابة القاضي في الأخر. هو اللي عنده وقت ثم خلاف أنت تقول عادي وهذا يقول مش عادي، هو القاضي سيفصل الحقوق بيناتها. أنا علاش نحب نتعرض للإشكالية هذه؟ لأنها تترتب عليها نتيجتين جبائيتين ويجب التنبيه إليهما. النتيجة الجبائية الأولى أنها الإدارة يمكن لها إعادة احتساب الضريبة المستوجبة وتعدل النتيجة الخاضعة للضريبة. تكون المؤسسة هنا اللي فوتت على نفسها ربح وحقها تربح وما ربحتش، ولا عملت خسارة وما حقهاش تخسر، تبيع بالخسارة وما حقهاش تبيع بالخسارة، ولا تبيع تعطي حاجة بلاش، هذايا يمكن يجر عنها بالنسبة لها هي ضرر وتعدلها ضرر. أما لو كان تعمل العملية هذه مع أحد الشركاء تولي ديستريبيسيون اوكولت. تقولش عليه ديستريبيسيون فيكتيف يعني؟ ديستريبيسيون اوكولت كانك عطيت انت للشريك مرابيح وما خذيتهاش من المرابيح
خذيتها من حاجه اخرى. فهمتك. تعرف شنو نعملوا توا؟ نحب تفهمني شنو الفرق بين ديستريبيسيون او كولت وديستريبيسيون دو ديفيدون فيكتيف، اما بعد هالفصل هذا. مرحبا. تحت القانون. ال 55 دقيقة في ديوان الأعمال سي حمادي، مازلنا 10 دقائق في عمر الوقت يجري برشا. اي 10 دقائق في عمر الحلقة، ومعنا سي سامي باش يجاوبنا على السؤال اللي قلته له من قبل ما نبداو الغناية، ما الفرق بين لا ديستريبيسيون ديفيدونت فيكتيف اي لا ديستريبيسيون اوكولت؟ هما زوز مصطلحات كل واحدة مصطلح نتاعها في نظام قانوني مختص. قانون الشركات ينظم ديستريبيسيون دو ديفيدونت فيكتيف. نعم. اللي هي جريمة. جريمة يجرم الشركاء والوكلاء في الحقيقة اللي يوزعوا على الشركاء نتاعهم مرابيح هي خيالية. باللي في المناسبة ثم شكون سألني قال لي احنا ما كانش ثم النية، ثم ليليمون مورال يحكم في الجزائر، قال لك احنا ما كانش عندنا نية، لقينا بينيفيس وزعناه، بعد جانا سي الكوميسير كونت بدلنا الكوميسير كونت، جا كوميسير كونت جديد قال لي يرحمكم الرحمن راهو عندكم بروفيزيون كبيرة نسيتوا ما عديتوهاش، يسمى موديفيكاسيون كونتابل. هكا سي حمادي لا ولا بروفيزيون في وقته ولا في وقته، دونك رصدت لهم العام اللي بعده عملوا بروفيزيون غطت لهم الخسارة الربح نتاع عامنا واللي موزعوه. عندنا شكون ابيل لو دروا على ريبيتيسيون هكا ولا يعاودوا يرجعوا يقولوا فلوسها على مستوى الجزائي، هل يعاقبون الجزائيا؟ لا، اذا سوء النيه لازم يتوفر سوء النيه. يتوفر سوء النيه معناتها اون ديستانغ ليرور، ما نطمنوهم يا خويا الخطا نول نيت انفايبل معناتها نواصلوا. ايوه لكن مصطلح البينيفيس اوكولت هو انه ولا ديستريبيسيون اوكولت هو في القانون الجبائي. ايوه صورة في حقيقة الأمر وين تعامل الشريك مع الشركة بثمن غير الثمن العادل نتاع السوق، وفي النية نتاع الشركاء أنهم يميكنوه من امتياز. هذه مش كونفنسيون ريغلومونتي، هي كونفنسيون ريغلومونتي او نيفو دو سوسيتي، مي عندها او نيفو دو فيسكال عندها نتيجة أخرى. وفي اليسار في اليسار ثم نوسيون دو كونفنسيون ريغلومونتي كيف ايوه. إذا وقت اللي الشريك يتعامل مع الشركة ويستحق ياخذ من عند الشركة يشري حاجة بأقل سوم ولا ياخذ حاجة جراتويتمون، كاين وخذا مرابيح من عند الشركة بصورة خفية. فهمتك. العملية هذه اللي تترتب عليها نتائج بالنسبة للشركة أنها الإدارة الجبائية تعدلها وضعيتها الجبائية وتقول لها أنت حقك تربح مثلا 1000 وأنت ربحت 800 ولا سجلت خسارة هذه مش مقبولة، تعدلها وتقول لها أعطيني الضريبة، لكن دور على الشريك وتقول لك خذيت، تقول له أنت خذيت بينيفيس أوكولت، تعتبر تقولش عليه ديفيدون ولا شنو؟ ديفيدون أيواش، كان هو خالع معناتها الشركة اللي وزعت من ربيحية الشركة خالعة الضريبة على الشركات، كانوا ريفوني دو كابيتو موبيلي ولا ريفوني دو فالير موبيلي، وكان الشركه خاضعه للضريبه على الشركات ولي ضريبه على الدخل فقط. واضح. اذا ننتبهوا السؤال ننتبهوا انه الجزاء يجي يكون من جهتي، يعني يا ناس ما تميزوش شركائكم على غيركم، تعطيهم قال شنو كم تاعنا هذاك ولدنا هذاك فيه ضربه من هنا ضربه من هنا، معناتها دوبل ديتونت دوبل ديتونت. نعم. هذه مازلت انا النقطة الثالثة. النقطة الثالثة حبيت نحكي على في بعض الأحيان نتعرضوا لعملية تدليس صكوك. إي. وفي بعض الأحيان البنكاجي اللي خبينا عنده فلوس تتعدى عليه التدليس، يتعدى عليه وما يفهمش به. إي مليون شيك يتعدى قدامك كش بشيك. يعني بور سيغناتير نون كونفورم. إي سيغناتير نون كونفورم فيها انفو. السؤال تطرح ثم نون كونفورم تلقاه ما عرفش انسان ما عرفش كيش صح مولا شركة، اما هذا يحكي لك على انفو معناتها انفو معناتها بعمدا سرق الكرني وصحح كما يجي صحح ولا زاد صفر ولا زاد دلس معناتها دلس معناتها بالزياده او بالتحريف بالنقصان. السؤال هي هل يمكن لصاحب المضرر من التدليس هذا انه يرجع على البنك صاحب الحساب صح ايوه صاحب الحساب يرجع للبنك في التعويض؟ اي والسؤال هو سؤالين في الحقيقه، لانه في بعض الاحيان تبدا الشيك مسطر معناها ثم اون بانك بريزونتاتريس اون دوسي معناتها مسطر اون دوسي لا باري معناتها يمكن خلاص والا ما يتخلص عند الكاسه يتخلص عن طريق بانكا. دونك اذا انا عندي حساب في بانكا ا
واللي باش يخلصني في بنك ب ها عادة الشيك فيزيكمون ما يمشيش للبنك للباء تمشي الصورة تمشي الصورة دونك السؤال هو انه اذا البنكاجي ا اللي قدم الصك ما فطنش بالتدليس وحصل البنكاجي ب خلص هل انهم الزوز مسؤولين ولا واحد مالك مسؤول حتى هذا سؤال ايواش هو في الحقيقة ثم اتفاقية بيناتهم لكن اتفاقية لا يعارض بها الغير وفقه القضاء استقر على اعتبار ان كلاهما مخطئ ويعوض الضرر لصاحب الحساب. وشنو الاتفاقية اللي بينتها؟ في ال يقرنوا الراس علينا معناتها؟ لا لا سي اون كونفونسيون في السيستيم دو تيلي كومبونساسيون. ميتواليست. ميتواليست. دونك خاطر انا بعد ساعات نقدم وانت بعد ساعات تقدم. مرة عندي مرة عندك. مرة عندك دونك ثم مسؤولية مشتركة بيناتهم. والضرر جبر الضرر واسترجاع المال انا. اي واش. الموان دو ديفونس نتاع البنكاجي عادة يقول انا لا سيناتور اتي تيلمون معناتها هي بيدها كانها ما نفطنش بها. السؤال اللي تبادر الذهن هل ان المضاء المدلس الذي كان تدليسه معناها بصوره بارعه وكافيه باش توهمك انها حقيقه من شانه ان يفصيك من الالتزام ام لا. فقه القضاء استقر على اعتبار ان البنك عنده التزام بتحقيق نتيجه. اوبليغاسيون دو ريزولتا ما يجمش يقول راهو السيناتور معناتها هي بيدها كانها هي بيدها ما يجمش اذا عنده التزام بترجيع الاموال لا يقبل اثبات خلاف ذلك ثم اتجاه ثاني انه البنكاجي عنده التزام باش يراقب انه الحركه نتاع الحساب عاديه ولا لا. انا مستانس نعمل شيكات بمبلغ مليون مليونين وزوز ثلاثه 500 اذا يجيني انا مبلغ نتاع 10 ملايين و15 مليون وكذا حاجه غير عاديه وقتها عنده واجب اخر الانتباه ويترتب عليه المسؤوليه اذا لم ينتبه من على الخلل هذايا فهمتك هذا كله راهو ولا اوتوماتيك بالمنظومات الاعلاميه أي. وما عادش يداولوه معناها بفاسون مانيوال اي وهذايا القاعده هذه صحيحه سواء في السكوك او حتى في الكمبيالات الكمبياله مدلسه نفس الالتزامات بالنسبه للمصرف الماسك الحساب انه يدقق في الوضعيه الماديه للسند اللي يقوم بخلاصه معناها لي زالتيراسيون اي لي سورشارج اي لي فوس سيناتور اي دوا لي فيريفي الثلاثه هذوما لازم يحتاط فيهم هذايا ميدان اخر حبيت نتطرق عليه كان عندكم سؤال انا اي انا برشا اسئله مش سؤال انت تجيب حذانا السؤالات الكل تخرج تخرج روزها معناتها توا يا استاذ بعض مرات تجار يجيهم البنكاج يقول له الشيك هذا يرجع سون بروفيزيون هو شو يعملوا هما؟ هو يدخلوه وبعد يعاودوا يخرجوه وقت اللي تصب انت تعمل بيرسمون دو شيك يعديه في الكريدي نتاعو ومن بعد هيك يعاود يخرج يقول له هذا يطلع سون بروفيزيون سون بروفيزيون اش معناتها؟ معناتها ثم اجراءات كامله انت قلت لنا عليها قبل ثم يلزمك تنبع عليه بالفاكس ومن بعد تبعث له عد المنفذ ومن بعد تعطيه في عدد معين من الايامات ومن بعد يمشي البنك سنترالي اذا كان ما ثم حتى كريه التجار يحكي ويقول لك يقول لك يغبر هيك الموضوع ولا نعرفوا اش صار واش ما صار شو ولا ندرى دخل حبس السيد ما دخلش ما عيطوناش البنك المركزي ايش عمل ماذا بينا هالغموض هذه تفهموا لنا هو من حق البنكيجي وقت انت تقدم له صك للاستخلاص يعني يكريديت لو كونت نتاعك يعمل كيس كونت دو شيك لكن اذا يرجع له ام بي عنده الحق في الكونتر باساسيون كانه خلصك في حاجه ما هيش هذه ملا هالموضوع هذا يلزم قاعده الجمعه الجايه يلزمك تزيد تفسره لنا لان وقتنا وفاء بارك الله فيك استاذ احنا نشكر ديما كما العاده مخرجتنا ناديه بالحاج في الساعتين هذين اللي قدمتهم معنا سي سامي شويه خليوها في الويب وكما العاده معلقنا العزيز سي حمدي جراية وامام الميكروفون رشيد تمري يحييكم ويقول لكم الى اللقاء في الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء على الساعه الرابعه ان شاء الله